وصل صوتك. فعدين باستقبال ضيفتنا اليوم سيدة أمل كربول وزيرة السياحة. مرحبا بك سيدة الوزيرة. عسلامة. أهلا وسهلا بك وفرحان أني نشوف فيك من إليك. بالحق حطينا أول مرة وحدك عندي حطينا فرحانة. عندي أحساس أنه عنا نجمة كبيرة ديجا ليزيميل والأسئلة بارتو معناتها جينا في تويتر في الانترنت في الإيميل. أنت الوجه الإعلامي لحكومة مهدي جمعة في استفتاء سيجما قالوا أنت أكثر وزيرة معروفة في حكومة مهدي جمعة والقانون ما يمنعكش أنك تترشح للرئاسة الانتخابية الجاية. لا احنا ما تعرف احنا قلنا ما نش نترشحوا في حتى شيء نعمله في خدمتنا توا نوصلوا البلاد الانتخابات اللي اهم حاجه باش يجينا استقرار ومن بعد هذاك هو النجاح. خاطر اللي يضربوا فيروس السياسه صعيب يبطل معناتها قالوا برشا كي يضرب فيروس السياسه تنجم معاش تستغنى عليه معناتها. تنشوفوا بعد عامل جاي. إكيب موزايك على الانترنت فرحت بقدومك ومشاو عملوا سيلفي في السال دو بان هنا. أما فيها الارتيزانة ولا ما فيهاش ارتيزانة؟ لا ما فيهاش ارتيزانة. لا تعملوا سيلفي كان في بقعة فيها نحاس وارتيزانة ومزيانة. توريو صورة تونس مزيانة. واضح. معناتها شنو يعني لك أنك أكثر وزيرة يعرفوها تونس وأكثر وزيرة تقريبا تثير جدل تونس؟ شنو السؤال مالك؟ معناتها شنو يعني لك؟ شنو يعني لك وزيرة معناتها؟ والله نجم نقول أنا بالنسبة لي أهم حاجة اللي شنو معناتها لي ريزولتا اللي باش نجيبوهم في السياحة، هذيك بالنسبة لي أهم حاجة. السنة تعرفوا ملي بديت معناتها سيد رئيس الحكومة عطاني لي شيف قال لي نحبك توصل نتاع 2010 وهذاك بالنسبة لنا أهم حاجة. إن شاء الله توا بالنجاح اللي موجود معناتها في الأمن ونشكر يعني وزير الداخلية والوزير الأمن وزير الدفاع والناس الكل الامنيين اللي يعاونوا فينا بليزافونس معناتها اللي عملناهم ان شاء الله نقعدوا هكا ونزيدوا نتحسنوا ان شاء الله نجموا نخلطوا الغزيتا. وهذوك راهو مش سهلين واحد شغلت لهم بعد الثلاث سنين هذوما الصعاب بعد صورة تونس اللي تحسد برشا منها وهذيك هي بالنسبه لي احسن حاجه كان اللي انا تعرفت نجم نستعمله باش يعني في السياحه تونس ونقدمها ان شاء الله ربي يعاوني باش عاديك. مسائلتك في مجلس التاسيسي هل كانت ازمه ولا كانت اختبار ديمقراطي عادي معناتها ما تعتبروش ازمه كما لانها اثرت برشا جدل حكيوا عليه برشا في الصحافه فما اللي دافع عليك بكيفيه كبيره واللي هجم فيك بكيفيه كبيره هل تعتبر انه كبر الموضوع اكثر من اللازم؟ بالنسبة لنا احنا راهو من حق معناتها سيد النواب المراقبة المتابعة للعمل الحكومي. بالنسبة لي انا سي اون بون نوفيل معناتها حاجة باهية اللي توري اللي احنا ممارسة ديمقراطية في تونس اللي هي معناتها بالنسبة لي حاجة ايجابية. واضح. هل ترى انه كبرت اكثر من لازم لانه تقريبا جمعة الصحافة ما تحكي كان عن المسائلة وعليك انت، هل ترى انه تنجم تسيء لصورة تونس انه مهاجمة السياح الاسرائيليين وغيره وغيره تنجم تضرنا ولا لا في السياحة؟ ظهر لي بون بتيتر احنا الكل لازمنا نلقاو يعني ايكيليبغ الصحافه العباد اللي في السياسه احنا معناتها ظهر لي بيريود هذه دو ترانزيسيون بتيتر مازلنا ثم حاجات تتخ يكبروا اكثر وحاجات ما نحكيوش عليهم لازم نحكيو عليهم اكثر اما ما يسالش بالنسبه لي انا مادام الديمقراطيه تربح احنا كل ربحين. لكن اسمح لي سيد الوزيره فما برشا تعليقات على الجيست اللي عملتها براسك وقت دخل النائب فيصل الجدلاوي والصوره معناها توقيتت ودارت بالقداع على الفيسبوك معناها قالوا معناها وكاني وكانهم بيك معناها يعني تستهزئين بمدخلة النائب فيصل الجدلاوي. انا تعرف عاود شفت حد انا بيدي اما تفكر قال اللي انت كنت صغيره هذيك الجمله اللي انا ظهر لي معناها جي رياجي عليها كهو بكشي مزال صغيرة هيك عليش يمكن خمم تكيكا يعني ما نعرفش انت ما حكيتش بعد ما وفات جلسة المسائلة لكن كان فما برشا نقد لك انت والأداءك والأداء سي رضا صفار خاصة في علاقة بمسألة اللي تسمى تطبيع مع الكيان الصهيوني وعاودت أثيرت معناها الحكاية القديمة اللي أثيرت نهار مناقشة الحكومة والمصادقة عليها والتزكي عليها اللي هي معناها ذهابك إلى معناها مطار تل أبيب يعني شو المخلفات متاع جلسة المسائلة متاع الانتقادات هذه على نفسيتك خاطر أنا سمعت اللي قعدت أيام معناها يعني مستاء شوية معناها حتى الأكتيفيتي متاعك وقتها
وقفت. لا ما نجمش نقولوا الاكتيفيتي نتاعي وقفت. كي تشوف البلايمات اللي بعد واللي قبل بيان سور واحد يحب يحضر روحه باش نجم يجاوب بالكدا، ولكن بالنسبه لي انا كما قلت لكم ممارسه الديمقراطيه بالحق هي تقعد غاديك هاي نهارتها 12 ساعه تعبتي. ظهر لي كل واحد بعد 13 ساعه معناتها في بقعه يتعب، الناس كل ظهر لي تعبنا، ما مادام كما قلت لكم تربح الديمقراطيه هذيك هي اهم حاجه. لكن مع الممارسه الديمقراطيه حسيت لي فما انتقادات كانت موجهه لشخصك بالذات؟ والله انا جو مسوي كونسنتري معناتها على نحب نسمع شنو النواب معناتها يقولوا. ظهر لي النهار هذاك تعدى باحترام الناس الكل لبعضهم، وذاك بالنسبه لي اهم حاجه. هل حمدت ربي انه القصاص ما كانش حاضر؟ والله ما عنديش المشكله دي. انا حتى كي مشيت مره في قبلي معناتها هذيك قالوا لي انت متغش علينا ولا حاجه، انا ما عنديش هالريجوناليزم، وكان نشوفه غدوه في الكياس نمشي نسلم عليه نورمال. انا بالنسبه لي نخدم مع اي حد يخدم لتونس، وما عنديش عقليه نتاع خاطر حد هكا، حتى معناتها يعرفوني اللي يخدموا معايا، حتى كي حاجه ما تعجبنيش ولا نتغشش ونعطي هكا فيدباك من بعد هكا هو بعد ربع ساعه وفات الحكايه ونرجعوا نخدموا كيما قبل. ما عنديش هكا الحساسيه اللي نقعد هكا برشا نلم، ما كانش ما نجمش نخدم راني كان نقعد نلم هكا ساكو ترو يزر ترو دينرجي. قبل انطلاق جلسه المساءله كانت عندك جلسه مغلقه مع رئيس المجلس الوطني التاسيسي، وسمعنا بعد اللي فما رساله وجهها رئيس الحكومه الى رئاسه المجلس بضروره عقد ان تكون جلسه المساءله مغلقه، لكن بعد تغير القرار وكان التصويت به على نيه الجلسه. بالعكس حبيت نعرف في الكواليس وقتها في الجلسه، يعني هل انك تفاجات بقرار ان تكون الجلسه علنيه مش مغلقه؟ احنا طلبنا بالحق كحكومه معناتها هي باش تكون مغلقه، ولكن كما قلت لكم نحترموا القرار نتاع المجلس التاسيسي اللي هو قرر باش تكون علنيه كهو. علاش شنو الاسباب؟ بروفيسيونيل. شنو الاسباب اللي خليتكم تطلبوا يعني ان تكون جلسه مغلقه؟ هذيك بون حاجات ما نجمش ندخل انا في الديتاي امنيه، كان تحبوا معناتها لازم تحكيوا مع زميلي معناتها من سيريدا صفار من الامن. واضح. بيه نحكيو توا على السياحة اللي هو الهدف الأساسي. نرجعوا لسنة 2010، هو في بداية سنة 2010 قبل الثورة صنفت سنة 2010 كسنة كارثية. معناتها احنا اليوم نحبوا نرجعوا لتونس في مستوى الكارثة، في مستوى السنة الكارثية. هل باش نخلطوا ولا لا؟ لأنه يبدو أنه أمر شبه مستحيل إلى حد الآن. بون ما نقولوش شبه مستحيل، احنا توا معناتها كي تشوف معناتها وين وصلنا في الاربع الاشهر الاولانيين اللي هما دفاسون يتسموا باس سيزون في تونس، معناتها ديجا يتسموا ناقصين اكثر من 5% من 2013، ولكن معناتها في العدد التوريست اقل 9% من 2010 بالحق. ابار كو سنيك كيما باك هذيك اللي معناتها كانت قبل وقتها في مارس ولات في ابريل، معناتها ثم حاجات يتبدوا في اول عام اللي تحس منهم برشا. في الحاجه الباهيه اللي في المداخيل معناتها في الفلوس اقل كان ب 1.8، معناتها اقل من 9% في السياح، اقل 1.8 في المداخيل، معناتها اون فان كونت اللي جاونا يصرفوا اكثر. ديجا هذه حاجه باهيه خاطر احنا تعرفوا نحبوا الناس اللي يجيو احنا في المنطقه تصرف اقل ناس تصرف هما اللي يجيو لتونس في المنطقه مقارنه بالمغرب وبالشرق بلايص اخرى. دونك هذيك بالنسبه لينا نحبوا نطلعوا لي توندونس معناتها تاع الريزرفاسيون مثلا في بريطانيا في المانيا في روسيا معناتها كلهم في بوزيتيف. فرنسا بالحق ياسر سنسيبل معناتها خاطر بتتخ قراب لينا معناتها يسمع لينا برشا، يطلع بعد تجي حاجة يهبطوا لغيزارفاسيون، معناتها ساعات تحس روحك ما تنجمش تعمل برشا على لغيزارفاسيون، لازمك تشوف من بعد فريمون دخل ولا جوستومو. فرنسا أقل 47% تقريبا لأنه الفرنسيس قراب برشا. إن شاء الله مقالات كيما هذوما اللي تكتبوا عليك اليوم في الفيجارو، قبل كانوا مقالات على الإرهاب وغيره، اليوم يتكتبوا على 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 وزراء وعلى صورة جديدة لتونسي حسن. ولكن سيدة الوزيرة الأزمة الإسرائيلية باش تأثر، معناتها برشا ناس يقولوا باش تأثر لأنه وكالات الأسفار يحكموا فيهم برشا من سامحني بالكلمة من اللوبي اليهودي ولا اللوبي الإسرائيلي. وديجا مازال كي خبر أنه بولونيا حاطة تونس في البلاك ليست، الخبر هذا عنده 4 أيام ونصحت رعاياها باش ما تمشيش لتونس. واليوم معناتها احنا سمعنا انه هناك وكالات اسفار بدات تلغي في رحلاتها الى تونس. هل الازمه باش معناتها والنقاش وربما الاسرائيليين اللي صارت لهم مشاكل معناتها في الدخول، هل تنجم تاثر معناتها تكون متعبه الحكايه؟
بون احنا لازلنا ظاهر لي في برشا حاجات في الكوميونيكاسيون في تونس نردوا بالنا شويه معناتها كيما قلت لك بكري مازلنا في ترانزيسيون معناتها سي بيان اللي نحكيو معناتها بين بعضنا برشا ونمشيو ديريكت ولكن حاجات تو مثلا حتى كي تشوف دوز مثلا اللي جرى فيها هي بالحق راهو كوفر فو كان في يعني كارتي واحد من دوز مش دوز الكل فهمت ومن بعد كي تشوف البرا يخرج يقول لك معناتها تونيزي اصلا ما تسوش طنط معناتها تونيزي في كريز كامله فهمت الوغ كو هو معناتها ظهر لي احنا مع بعضنا الكل قاعدين لازم نعملوا مجهود اللي باش ما نخرجوش زادا ديما الارميست معناتها حاجات اللي جراو مش باش نخبيو حاجات ولكن نكونوا اكثر اقل شويه يعني دغام اقل شويه دغام ومانيش فريمون معناتها انا تعرفوني معناتها نخدم برشا مع الصحافه التونسيه والاعلاميين وعندي برشا احترام ولكن لازم نعرفوا اللي يعني الاعلام الدولي معناتها لي انترناسيونال منين يجيبوا هما في لي انفورماسيون تاعهم ما يجيبوهم كان معناتها من البريس ناسيونال ومن الحاجات اللي في تونس وساعات يظهر لي احنا زادا نحكي برشا هكا على الحاجات اللي جرا وساعات يكبروا بتتخ اكثر من اللي هما هو دوكا معناتها يفضل لا فيغيتي يأثروا ان توكا معناتها خاطر في الصحافه لو تران كي اغيف الور نانتريس با لو جورناليست معناتها كي نقرا جرايد فرنسا زاد نحس فرنسا اخي بلاد في العالم معناتها هذيك هو العالم ولكن مثلا هذه بولونيا اللي حاطت تونس في البلاك ليست ما صارش تحرك تونسي ناجح في الوقت المناسب معناتها تنجم العدوى تصيب برشا الدول المجاوره اللي احنا اللي هما مارشي طالعين معناتها احنا راهو معناتها نتكلموا برشا مع السفراء نتكلموا برشا مع لي تور اوبيراتور معناتها هذوما اللي ينظموا السفرات مش معناتها خاطر انا باش نقابلهم باش نكلمهم باش يبدلوا حاجه تور ولكن نستدعوا فيهم نوريو فيهم اللي احنا نعملوا في حاجات مثلا معناتها دي زيفينمون ويتعداو امنين هذوك معناتها كيفاش راهو مش بالكلام هما باش يبدلوا لازم يشوفوا اللي ما يجرى في حد شيء وكل شيء لباس باش من بعد يتبدلوا المشكله اللي كي يحط حاجه يحب لها وقت باش عاوز يرجع فيها دونك برشا اسئله جاوا باش نختار ديما احسن اسئله اضمر الاسئله خاطر اسئلتكم برشا فما شكون قال لك شنو رايك في وزاره البحر وهل تنجم تحسن السياحه في تونس الاقتراح نتاع سياده الرئيس وزاره البحر احنا توا اش عملنا البحر عملنا كونسي ناسيونال معناتها توا دو ماريتيم اللي باش يتقابل اول مره في تاريخ تونس معناتها في الجمعتين الجايين لانه بالحق احنا عندنا البحر ولكن مانيش قاعدين نستغلوا فيه بالكدا الشمال نتاع البحر الابيض المتوسط كله ساتوري دونك ثم برشا فلوس اللي كنت نجم تدخل واكثر حاجه زاد برشا سياح اللي يبوا اللي باش يجي عنده يوت معناتها اللي عنده نيفو قوي برشا باش يزيد يصرف في تونس يطلع لنا زاد في الجوده سمعه تونس خاطر يجيبوا دي زارتيست دي ستار وكل شيء وهيك علاش انا البارح كنت في مارينا حمامات قاعدين نخدم على بنزرش تحل قاعدين نشوفوا قمرت فريمون ماذا بيا كيما قلت لكم انا نحب نحكي اكثر على الريزلتا ان شاء الله ربي يعاوني قبل ما نخرج من هذه اموال نحل برج ولا اثنين اللي باش ينجموا نستعملوا اي جوست معناتها دي تقول السائح باش يجينا يصرف اكثر السائح اللي يصرف برشا هل كي يجي لتونس اليوم يلقى وين يصرف فلوس ولا لا ظهر لي نجموا نشوفوا هذاك الكيس شطر معبي وشطر فارغ على خاطر شطر معبي فيه خاطر سي الوزير الملاوي مش غاليه برشا في تونس ابرساش عنا لا لا عنا برشا حاجات ظهر لي احنا ساعات راهو من معناتها مانيش قاعدين نحكيو على بلادنا شنو فيها تو مثلا احنا نقولوا ساعات عباد تجي تقلق ما عندها ما تعمل انا توا ثلاثة شهور نسكن في تونس كنت نجم كل يوم نعمل حاجتين ثقافيه ولا نمشي البقعة معنا طبيعي برشا حاجات راهم يجراو ما نحكيوش عليهم ساعات يقولوا لي احنا نسمعوا كان بعد نهار معناتها اون كومينيك با اسي اللي على شنو عندنا دونك هذا الشطر الكاس المعبي اللي فريمون تونس عندها اليوم معناتها كولتور عندها ثقافة عندها حضارة تنجم معناتها تعمل حاجة والشطر الكاس الفارغ هو اللي لازمنا عندك الحق نزيده معناتها الممكنة باش مثلا عندنا دي سيت ما ماهمش برودوي فهمت معناتها تو تمشي كوليزي في روما تصرف 250 اورو تمشي الجام في تونس ما تصرف حتى شيء الوغ كو هما ثم عباد مش خاطر انا تونسيه يقولوا جام ازين من الكوليزي في روما خاطر ماهوش برودوي معناتها لازم نردوه برودوي باش الناس تمشي تصرف فيه جوستومون تمشي لمعبد المياه في زغوان تلقى واحد يبيع في القلوب معناتها ما فماش سيده الوزيره بعد 100 يوم الحكومه برست انت كوزيره متطوره خاصه من ناحيه التكنولوجيا صوره جديده نقولوا انت وزيره متطوره في قطاع متخلف من ناحيه هذه متخلفين
من ناحيه الانترنت والتكنولوجيا الحديثه. اليوم السائح ما ينجمش يقضي كل شيء بالانترنت في تونس، يهز كارت بنكير يضحكوا عليه في بلايص اليوم. معناتها انت صحيح وزيره متطوره، ولكن القطاع مازال متخلف، مش متخلف يعني متخلف، معناتها خطوات التالي مقارنه باش لازم يكون. معناتها انت الشجره اللي تخفي غابه. بون قاعدين نخدموا على الجيوكاليزاسيون مثلا على الاي توريزم. انا وسيد وزير توفيق جلاسي معناتها حطيناها بريوريتي بالنسبه لنا الاثنين باش نخدموا عليه. وبداو فريمون لي جروب يقدموا برشا. الحاجه الباهيه راهو في الديجيتال اللي تنجم يعني فيزا تلقى دي ريزولتا، مش كيما ثما بروجي باش تبني مثلا حاجه من 3 سنين. هذايا معناتها كان تحط شويه كونسنتراسيون وشويه مويان ومخ سورتو واراده، نجم معناتها دونك في كلك موا تخرج بحاجه باهيه. دونك احنا تو في الكوميونيكاسيون معناتها قاعدين باش نمشيو اكثر واكثر في الديجيتال. شفت هذيك الفيديو اللي عملناها هابي ستار وورز، ما تكلفتش برشا مع لي فان دو ستار وورز تونسي، في 5 أيام طلعت اكثر من 1,000,000. انه يوتيوب فيديو اللي يحكي معناتها تشوف فيه تونس في 5 أيام طلعت اكثر من 1,000,000 توصل وظهر لي بريسك 2 ملايين. وتقول هذاك معناتها صرفنا فيه بتيتر 2000-3000 اورو، معناتها حكايه فارغه. دونك ظهر لي نجموا نقدموا حاجات في ساعه. سي فغي من بعد كي تجي تشوف الاي كوميرس معناتها كيفاش تخلص بالانترنت وبالبنك، هذوك سي دي ريفورم اللي ياخذوا اكثر وقت ويظهر لي عوائق قدامك، معناتها يعطلوا برشا اي مشروع تحب تعمله باش يطور السياحه، لانه الانترنت مهم برشا. معناتها ما فيهمش حلول وقتيه هذوما. اما ثم الواحد يزرع ما يبدا الحاجه وكهو، حاجه صعيبه ولا سهله يفو كومونسي، واحد يبدا وكهو بالشويه بشويه، واللي يجي بعد ويزيد يبني عليه ويقدم. خاطر كان واحد يقول انا باش نقعد شويه وقت ما نبداش الحاجات، سنة با سنس بالنسبه لي. فهمت؟ تبدا نبداو نخدموا على حاجه لازم عامين اليوم، كي انا نخرج بعد عام مازال عام برك، كي انا ما نبداهاش بعد عام نخرج انا مازال فيها عامين. سيده أميل كربول وزير السياحه، بخلاف الانترنت التويتر السيلفي، شنو عملت في 100 يوم؟ كيفاش تحكم على اللي عدته؟ يقولوا انك وزيره انترنت وزيره صوره معناتها. شنو عملنا؟ نعطيك بتدخل الاستراتيجيه نتاعنا وهذيك معناتها معاش عملنا. اول حاجه احنا الاستراتيجيه الكاليتي الجوده. الجوده في الانفيرونمون معناتها اللي هي مشكله النظافه اللي نعرفوها التوانسه الكل. اول مره يعني وزاره السياحه تعطي معناتها اكثر من 4 مليارات وتعمل لي كونترا مع لابال تنظيف الشطوط وكل شيء. توا معناتها ساعات كانوا قبل يوصل حتى لجوان جوي. دونك هذيك البلديات السياحيه فريمون انا انفيستي بوكو دارجون ou de temps ou le verre c'est un chien d'un par exemple qui t'en fie حمامات معناتها ديجا بداو نصفوا اون بارتي. سي فغي هي راهي حرب هذيا، لازمنا الناس كل اليد في اليد باش نربحوها، ومازلنا مازالت بعيده، ولكن هذيك معناتها اون في دي افونسمون فيها. ثاني حاجه الكاليتي في الوقت اللي عملنا في 100 يوم الاولانيين نتاعي 200 كونترول معناتها دو كاليتي في لي زيتابليسمون في الجمهوريه الكل. دونك هذايا بالنسبه لينا سي تري امبورطون معناتها باش هما بيدهم يعني المهنه معانا يقولوا لنا اعملوا لنا اكثر كونترول معناتها باش الباهين يزيدوا يطلعوا واللي بتاتر ماهمش باهين يظهروا. دونك هذه حاجه في الكاليتي. ثاني حاجه في صوره تونس نجم نقول لك اللي ماك تعرف التوريزم هو راهو تري زيلاستيك، بلوز زيلاستيك كو انا كنت نتصوره. مثلا تخرج حاجه باهيه في تيلي ماتان ساعات تلقى العباد يوليو اكثر بوكينغ. معناتها توسكي اعلامي واحد يقول كان انترنت، اللي يقول كان انترنت ظهر لي ما فهمش اش معناتها براندينغ والايماج نتاع بلاد. يا اخي احنا شنو نبيعوا في السياحه؟ راهو معناتها انت تبيع في صوره، تبيع في دريم، في حلمه معناتها واحد. دونك اللي يدخل نجم نقولوا في 100 اليوم هذوما كانوا عندنا 600 ميديا كتبوا مش على تونس، كتبوا على التوريزم في تونس. وهذا اكثر من اللي كتبوا عليه في 2013 الكل. دونك بالنسبه لينا سي ان سوكسي، و سي فري في لي 15 مارشي معناتها لي بلوس امبورطون تاعنا، ولكن بمثلا هذيك سيف موزيس با اللي احنا زاد عاوناها في الجنوب نتاع ستاوس باش نعاونو، تكتب علينا في سيول، في كوريا، في نيوزيلاند. فريمون معناتها خرجت برشا على تونس. المره الاخرى قابلت حد يخدم في سيول قال لي انا سمعت على تونس وسمعت على سيف موزيس با. معناتها هذيك حاجه بالنسبه لينا مهمه جدا. كيفاش وتوا مثلا تشوف في جربه الويكاند هذايا ظهر لي 63 توب مش معناتها جورناليست وراديو وتلفزيون انترناسيونال جايين. دونك بالنسبه لينا هذيك صوره تونس كمان نجم نقولوا تحسنت. مازلنا ما وصلناش وين نحب نكونوا بيان سور، لازم وقت. ثالث حاجه يعني في الجوفرنانس، احنا خاطر قلنا الكاليتي مهمه، ثاني حاجه صوره والايماج لتونيزي مهمه، ثالث حاجه لي ريجيون
ولي برودوي. دونك مثلا 16 وتلاش دوت سنين منهم 10 ميزون دوت وتل دو شارم على خاطر القانون معناتها باش يتعاملوا معناتها زيد ومعناتها ولا موجود والناس نجم معناتها لانفيستي فيه وزيد معناتها نحبوا نشوفوا اكثر لي ريجيون نعاونوهم كيما كيف توا ولا كيما الجنوب معناتها باش تكون اكثر وهذاك كيفاش نجموا نوصلوا له كان كي احنا كيفاش نعملوا توريزم يتبدل توا معناتها بدينا ولت البارح ما تعملنا لا بروميير ريونيون اول مره لمينا لي 300 كادر نتاع التوريزم الكلهم من او ان تي تي معناتها من الديوان من الوزاره من الاي اف تي بارتو ظهر لي اول مره في تاريخ سياحه يتلموا الكلهم مع بعضهم وحكينا كيفاش احنا نجموا معناتها لادمينستراسيون توريزم خاطر هو تعرف التوريزم كله بريفي لكن الدوله معناتها هي لو رول نتاعها باش تسهل وباش تعمل يعني استراتيجي وين نمشي وهذاك فريمون قعدنا نخدموا عليه بالقديمه معنا دونك هذا بالنسبه لينا حاجه مهمه معناتها السيده الوزيره معناتها الكنترول مثلا فهم برشا نقاط نحبوا نرجعوا له مثلا حمله النظافه يقولوا السيده الوزيره مشيت لجربه تصاورت في حمله النظافه لكن ما نظفتش البلاد اليوم في جربه يعانيوا من الاوساخ مش مربوط بيك مربوط بالبلديات وزاره الداخليه وغيره ولكن فما حاجات ماهيش واقعيه تصاورت انت قامت بدورها الصوره ولكن ما نظفتش جربه اليوم الوتل يعانيوا من الاوساخ يعانيوا من قلة تأهيل اليد العاملة يعانيوا من ديون معناتها ولكن السيدة أمل كربول ما قدمتش خطوات في حل المشاكل الصحيحة لأنه صورة السياحة تحسنت ولكن واقع السياحة ما تحسنش تفاصيل أنا نجم أقول لك الواقع معناتها حتى حد ما عنده باتون ماجيك معناتها صحيح أنا بالنسبة لي كما قلت أنت من الأول ظهالي السياحة هو فيها برشا مشاكل هيكلية اللي قديمة ظهالي متاع 20 سنة وأكثر كان واحد في يجي بدلهم في 100 يوم سي با سيغ معناتها ما كانوش فريمون هيكلية معناتها ولكن بالنسبة لي أنا مثلا النظافة سي فري مازالت انا بالنسبه لي ماهيش حمله تفاصيل حمله تاع كل يوم حتى من نهار كي واحد ندخل حتى نهار نخرج عليها دونك البارح في حمامات شفنا معناتها شنو لي زافونسمون في كل بقعه معناتها كل جمعه احنا نشوف وين وصلنا في حكايه النظافه نمشيو مش على خاطر مره مشينا الجربه وكهو وظهر لي هذه نجم يحكي فيها اكثر معناتها السي هادي العربي وسي منير مجدوب اللي هما معناتها تجهيز البيئه اللي نعرف فريمون كل يوم يخدموا على الحاجات ستركتوريل اللي ساعات كي تلم اما وين باش تحط دونك لازمنا نخدموا مع بعضنا باش نشوفوا كيفاش نحلوا المشكله هذه هيك علاش الهيكلي معناتها برشا المشاكل الاستراتيجيه والهيكليه احنا قاعدين معناتها نقدموا فيهم اللي ثم معناتها كان ثم اتونتيزم شويه نجم نقولوا معناتها حاجات ما بديناش بهم توا ساعات واحد معناتها كيما لي فورماسيون ليكول دو فورماسيون البارح في حمات نجم نقولوا واحده من ليكول دو فورماسيون اللي فريمون اكزامبلير ثم اخرين مازالوا ما عندهمش لي مويان قاعدين نعاونوا فيهم معناتها الفو كومونسي بوتيت ا بوتي يقولوا تدخلاتك سيد الوزيره ناقصه افيكاسيتي شويه مثلا الوتله في حاجه يتنفسوا شويه من ناحيه الماديه قبل ما يجي الصيف كنت قعدت مع لي بي دي جي دو بانك ولكن ما صار حتى شيء البنوك اليوم فما برشا وتله معناتها عندهم ديدات كلاسي ما عادش نجموا ياخذوا حتى ديون يقول لك احنا غرقين في ديون البنوك مسكر علينا لا نجم نجيب معناتها يد عامله كلفيه لا نجم نعمل شيء على الاقل باش نفرح بالسياح اللي جابتهم السيده من كربون معناتها بالصوره دونك ما فماش حلول للوتله اللي غارقه في الديون ظهر لي الحلول هذا احنا دابا قعدنا مع معناتها لي بانك باش نحكيو على دو تيم اول حاجه الهيكل ستركتوريل وتعرفوا لي ثم بروجي مع سيد وزير الاقتصاد الماليه ومع البنك المركزي اللي قاعدين توا نقدموا فيه بشوي بشوي كيفاش نجموا نحلوا المشكله هذه هذايا معناتها باش نقعدوا بريسك معناتها لازمنا حتى على الاقل بعد الصيف والعام ان شاء الله كي نخرجوا نخليو اموا حاجه في سلي معناتها ديسيدي الكونجونكتوريل معناتها اللي تعتوا احنا البنوك معناتها يعملوا في الكابخكا معناتها كل واحد عنده علاقه مع الوتيل باش يخدم معها اللي ماهيش ومعناتها قانونيا وحتى ايتيكمون ماهيش وزاره السياحه اللي باش تجي باش تقول بانكا اعطي لحد فلوس ولا ما تعطيش فلوس لانه هذا سي دو بريفي معناتها علاقه بين بعضهم نجموا احنا نشوفوا وين نجموا نعاونوا مثلا في نجيبوا عباد باش تحكي مع بعضها ولكن ماهيش وزاره السياحه اللي هي معناتها باش هو يظل باش يحل مشاكل لازم عندك بوفوار نتاع وزير اول معناتها باش تتحكم في المطار باش تعطي اوامر للمطار وسرقه الباجاجات والتاكسيات اللي قدام المطار والوسخ في الوتله معناتها
بصراحة فما مشاكل تعاني منهم وزارة السياحة ولكن مش هي السبب فيهم. معناتها هل عمل جلسة مع بقية الوزراء وزير النقل وغيره اللي حل بعض المشاكل؟ مثلا مع وزير النقل معناتها قاعدين احنا عملنا اون ايكيب تاسك فورس اللي تدور على المطارات الكل، بدينا بكارتاج اما باش نمشيو للمطارات الكل ونخمو حتى باش نمشيو للي بور الكل معناتها تري كونكري معناتها لو كونترول ظهر لي ثم حاجة تحسنوا. ثم عباد يقول لك مثلا سي فري كو مازالوا عباد يتكيفوا مي عملنا هيك لي زيسباس فيمور ولا يتكيفوا فيهم. لي تاكسي بون تنجم تنظم ساعات ايامات بون ما توصلش، ولكن معناتها مع وزاره النقل عملنا برنامج خاص مع بعضنا اللي نشتغلوا فيه، وثم حتى في معناتها قاعدين نبدلوا في كلك لوا وكلك تاكس اللي باش يسهلوا حاجات مع وزاره الداخليه. كيف كيف هما بيان سور تو سكي امني، ولكن حتى تو سكي معناتها النظافه والبلديات مع وزاره الثقافه في لي سيركوي معناتها كيفاش نجموا كيما حكينا بكري لي برودوي نردوهم اكثر برودوي معناتها مع وزاره الفلاحه على الايكوتوريزم معناتها نخدموا بعضنا. انا هذه حاجه نجم نقولها كيما موتيف بوكو اللي مع زملائي معناتها الوزراء الكل اللي احنا نخدموا برشا اس ام اس ايميل تليفونات تري ما فيهاش حتى كومبلكس تري رابيد نجاوبوا على بعضنا ونعاونوا في بعضنا بالكدا. وهذه في الازمه معناتها ولا في ديزون في الوقت الصعيب اللي عايشين فيه هي الحاجه اللي تسهل لنا الخدمه. شفناك برشا مع السيد وزير الثقافه اللي برشا قالوا نخافوا لتولي وزاره الثقافه وزاره مهرجانات، معناتها لانه الثقافه اكبر من مهرجان ولا فنين. واجهه تونس هذيك صحيح ولكن عندها مشاكل اللوطه، معناتها هل وزاره الثقافه تو باش تقعد كان مهرجانات كبرى ولا مهرجانات عندي اللي تحسن صوره تونس برك؟ لا هذه السي مرافق الجماعه يجاوبك فيها، ولكن ديفينيتيفمون نو اللي هما احنا يخدموا على التراث المادي نتاعنا ولا مادي معناتها توسكي سيت عندهم فريمون معناتها يعملوا في افور كبير برشا، لان احنا عندنا برشا حاجات ماهمش مكتوبين ماهمش محميين معناتها تو لي فور سيانتيفيك. احنا هذيك كيفاش قسمنا الخدمه، هما معناتها باش يحضروا لي سيركوي يعملوا لو كوتي سيانتيفيك كولتوريل، ومن بعد احنا لازمنا نعملوا الترويج نتاعو ونبيعو. باش نبداو سناب نجموش نعملوا كل شيء، باش نبداو بكلك بروجي بيلوت الايفونمونسيال معناتها المهرجانات هذه سي اون بيتيت بارتي. سيده عمال كربون وزير السياحه، ثم مشكل هيكل كبير في السياحة بتاعنا وهذا قديم ماهوش جديد. معناها كي نحكي مع أصحاب وكالات الأسفار يقول لك السياحة بتاعنا سياحة فقراء ماهيش سياحة أغنياء، يعني الأغنياء أثرياء وأغنياء أوروبا مثلا ما يجيوش لتونس. والصورة اللي قاعدة تتسوق على السياحة بتاعنا وهذا قديم معناها من قبل هي أنه السياحة بتاعنا شمس وبحر فقط. كل شهر تتحل شنطيات وتلج جد يتحلوا، البنوك تمول وتعطي قروض على لأحداث مع النزول السياحية، لكن المشكلة متاعنا أنه وزارة السياحة تحسب في عدد السياح بالملايين، لكن ريال ما بالفلوس شنو تخلنا معنا ديفيز نقاو معنا حاجة معناها حاجة محتشمة شوية برابور يعني بالمقارنة بمثلا السياحة في المغرب. أثرياء العالم مثلا يمشيوا المغرب يمشيوا إسبانيا يمشيوا لتركيا مثلا، فما دول تستقطب الاغنياء. احنا السائح اللي جينا سائح سامحني بين ظفرين معناها يا اما المتقاعدين او الصنف الخدامه معناها الشريحه الوسطى يعني شريحه العمال، يعني السائح كي يجي ما يصرف حتى شيء معناها. وكما قال نوفل بوليكا انه السائح الاوروبي مثلا كي يجي معناها حتى معناها دبوس الماء مثلا يشريها من برا معناها باش يفطر مثلا يفطر البرا. احيانا نشوفوا سائح ياكل في كاسكروت كافتيجي مثلا البرا في ريستورون. دونك معناها بقدر ما نحكيو على عدد نتاع السياح اللي نحسبوه بالملايين ريال ما شنو تخل في الخزينه خزينه الدوله ما فماش حاجه كبيره. بون ظهر لي انت معناتها تحكي على المشكله اللي نحكيو فيها معناتها الناس الكل من هلول اللي احنا الكاليتي معناتها نقصت ساعات ومنها نقص معناتها الاسعار ونجيب السخان في العطاء. ما لازمش ما نحطوا الناس الكل يعني في فرد شكاره، على خاطر ثم كي تدخل مثلا في تريب ادفايزر في الانترنت ولا هوليدي تشيك وتشوف شكون معناتها في تونس لي توب اوتيل معناتها تنجم تدخل تشوف ثم احنا عندنا راهم دي زوتيل عندهم كاليتي هي برشا. وحتى كي يحكيو مع لي تور ريباراتور ما عندهمش مشكلة أسعار معناتها يقبلوا باش يخلصوهم معناتها الأسعار اللي هما يحبوا عليهم معناتها ثم اون جام كمان في تونس. ما لازمش زاد كل شيء احنا ساعات كل شيء نحطوه في النيجاتيف. ثم دي بروفيسيونيل في التوريزم وثم اون جام دوتيل ولا داجونس دو فواياج وكل شيء اللي فريمون اون تري بون جام. هذوك لازم نزيدوا نبنيو عليهم ونزيدوا
فيهم بالحق. هذه توا كانت سياسة نتاع سياحة اللي كيفاش احنا وين كنا وين مشينا وظهر لي كانت يعني باهيه وناجحه في اعوام وبوتيت نجم نقولوا من التسعينات معناتها بوتيت عملنا احنا استراتيجي من وقتها وظهر لي معناتها تبعوها برشا بلدان اخرين. معناتها احنا كنا اول واحدين في استراتيجيه راهم تاع ديفيرسيفيكاسيون تاع تطبيق كل شيء ولكن بلدان اخرين مشاو هما طبقوها واحنا ما طبقناهاش. انا قلت لهم يعني المشكله اللي شفتها ملي جيت نخدم هنا في تونس قلت لهم مثلا ما شفتش بلاد عندها دي كونسيبت ودي استراتيجي مزيانين كما في تونس. بالحق معناتها بارفي معناتها في التخمام معناتها الحاجات على الورق بارفي ولكن كي تشوف ليكزيكوسيون نتاعهم معناتها قداش طبقنا منهم قداش عملنا منهم تلقاها ضعيفه برشا. معناتها ما عندناش مشكله الكوا عندنا مشكله الكومون. معناتها فريمون تشد بروجي وتقول اي نبدا هذا 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 كيما قلت انت نظافه معناتها لازم واحد يشد حاجه ما يسيبهاش يسيبها كان كي توفى. وهذاك احنا معناتها قاعدين نعملوا توا في وزاره السياحه مع ليكيب الكل وفريمون نحب نشكرهم على خاطر الناس الكل قاعده تعطي في قلبها ربها ونخدموا فريمون برشا. اللي قلنا مش نيش باش نعملوا استراتيجي جديد اعطيني هاك اللي الاستراتيجي قدام تاع الورد بانك تاع جاي تاع رولاندبرغ الكلهم اتو فرانس الكلهم معناتها تشد ليزيتيود اللي تعملوا توا 15 سنه تحطهم مع بعضهم تلقى ساعات الدياجنوستيك يعاود التشخيص هو بيدو ولكن برشا حاجات ما قدمناش فيهم دونك هيجا نقدموا حتى كان نعملوا 100 متر من كيلومتر او عملنا 100 متر. ثم مشكل زاد سامحني نوفل اللي هو في تسويق صوره السياحه التونسيه برا يعني باستثناء الصوره العاديه الكلاسيكيه اللي قاعد تتسوق على تونس شمس بحر والوتله المعروفين فما جانب اخر ماهوش ماخذ حظه معنا في التسويق السياحه التونسيه اللي هو مثلا نعطيك على سبيل المثال تاريخنا احنا مثلا تراثنا مثلا ثم اماكن في تونس دارت فيها معارك كبيره معنا في الحرب العالميه الاولى والثانيه ثم مواقع اثريه مهمه جدا في التاريخ ويحكيوا عليها معنا وحتى تدرس حتى في الجامعات لكن للاسف الشديد معنا ما لقوهاش معنا مستغله كما ينبغي معنا في التسويق اللي قاعده تعمل فيه وزاره السياحه. شنو عملتوا لهذا الشيء؟ هذا نسميوه احنا التراث اللامادي معناتها كيفاش تاريخنا الايدنتيتي نتاعنا ثقافتنا حضارتنا وهذاك بالحق احنا معناتها ماهوش ساعات قه مكتوب وماهوش ماهوش في السيركوي. مثلا نعطي ليكزامبل مثلا في افريقيا الجنوبيه عندك لو بوان لو بريسيس نتاع افريقيا الكل يمشي له 3 مليون سياح معناتها كل عام وشنو هي بلاكه معناتها نجم تقول احنا عندنا لو بوان لو بلونور نتاع افريقيا كي تمشي ما تلقى شيء معناتها كيفاش نجموا ساعات ما لازمش برشا حاجات ماديه معناتها لازم تتخ اراده باش واحد يمشي غادي ولا كما قلت انت ثم هذيك وين في الحرب العالميه الثانيه معناتها يو لو رونفيرسمون عندنا جروب تاع 20 جايين من نوفل زيلاند معناتها ابعد بلاد في العالم منا غير باش يشوفوا وين جدودهم يعني حاربوا ولكن برشا توانسه ما يعرفوش حتى البقعه هذيك ما يعرفوش اللي كانت ثم عركه بين كارتاج وروما نتاع حنبال اللي هي فريمون بدات كنت تقول كيما ميور بغلا كيما نتاع بين روسيا وامريكا ظهر لي هذيك لازمنا احنا دابور نعرفوا بها اكثر في تونس على خاطر بالنسبه ليا السياحه الداخليه احنا ما قادش نحكيوا عليها برشا ومحادثه ساعات ما نحسبوهمش في الاستاتستيك وهذيك بالنسبه ليا غلطه كبيره على خاطر حتى لورغانيزاسيون مونديال دو توريزم تاع الاو ام تي تقول لك بلاد اللي ماهمش متمتعين بها اولادها وبناتها سياحيا وحضاريا وثقافيا ما تنجمش ايتيكمون تكون بلاد توريستيك وهذيك فريمون حاجه لازم نمشيو دونك كما قلت لك ما نجموش نحلوا كل شيء سنه ولكن مع وزاره الثقافه قاعدين نشوفوا شنو في الحاجات هذوما اللي ماديه تي ما تلقاش حتى باركور دي فام سيليبر تونيزيان ولا نتاع راهم حاجات ساعات لازمك بلاكيت باش تعرف كيفاش تمشي قريه في اسبانيا يقول لك هذه قريه الفلفل احنا عندنا برشا قرى فيهم الفلفل يعني نجم نحكيو عليهم اكثر نجموا نبداو سيد الوزير حتى مثلا متحف باردو تكنولوجيا مش مجهز معناتها المتاحف العالم كله يحطوا لك ريات فيها اللغه اللي انت تحبها كي توصل اللوحه يفسرها لك شكون وكذا ما قلتش في الشوارع كيما برشلونه يقول لك هذا النهج معناتها حتى التكنولوجيا ولينا كي نقول متخلفين حتى متحف اللي هو اهم متحف فيه موزايك في العالم تكنولوجيا مش مجهز معناتها بطريقه حتى توانسه ما عادش يحبوا يمشيوا.
ايوا هذه خساره فختونك. احنا في تونس معناتها عندنا الثقافة التكنولوجية نجم تقول كي تشوف قداش عندنا مثلا في فيسبوك معناتها تنحي العجيز الكل وتنحي لي بيبي نجم وتنحي مثلا 500,000 تقول اللي ماهمش صحاح يقعدوا لك 4 ملايين معناتها بريس كل تونسي جون واللي يخدم إلي سيغ فيسبوك وي سون تري اكتيف تبارك الله. معناتها احنا توسكي ديجيتال معناتها عندنا القدرة ولكن ظهر لي ساعات الإدارة احنا مازلنا شويه بعد التونسي في الحكايه. واضح. اهم سؤال تقريبا جاني على الانترنت ليك، شنو علاقتك باللون الاحمر؟ هيك على جيت بحدكم اليوم وزيك هيك على شنو نحب. لا انا نحب برشا اللون الاحمر سي فري نلبسو برشا ظهر لي جوستومون. باهي. يقولوا سيدة امل كربول اللي المارشي معناتها السوق السياحه سوق السياح اللي جايين تقريبا سيدة امل كربول ما عملتش مجهود كبير مثلا لمعالجه السوق الفرنسيه اللي طاحت القريب الشطر وقاعدة تتعامل مع الأسواق اللي طالعة معناتها السوق الألمان الإنجليز هكا روسيا ولا غيره. يعني المجهود الكل بذلته في أسواق طالعة من قبل حتى ما تجي أنت، هل لإبراز أنه سيدة لفي كربول هكا معناتها هي طلعت السياح في حين مشكل كبير كما سائح الفرنساوي اللي كان معناتها البلاد الأولى اللي يمشي ولها تونس طاحت برشا ما تناولتوش بطريقة فيه الكفاية، معناتها برشا يقولوا تحب تروج صورة أكثر منها واقع وتحسين. جو سوي كيوريوز منين جابوا هذو لي زانفورماسيون تاعهم خاطر انا تو قلت لازمني يزي نبطل ما عادش نمشي لفرنسا نحس بروحي ملي جيت بريسك لا هي كان بفرنسا. اما ما فماش نتيجة برشا. علاش انت كيفاش حكمت عليها ما فماش نتيجه؟ احكم عليها من بعد كي تشوف الريزلتا في نهايه الموسم. ظهر لي كي تحكم عليها باللي ميديا توا صوره تونس في لي ميديا فرونسي ديجا معناتها وهذه بيان سور مانيش انا حكومتنا الكل وتوانسه الكل والدستور اللي احنا جاي معناتها توت لا سيتواسيون. ظهر لي لي فواياج اوفيسيال نتاعي بار برلان اللي مشيت لي دي بي وميلان اللي مشيت للفوار ظهر لي مشيت كان لفرنسا. دونك حتى توا قلت يزيني توا لازمني نتلهى باللي مارشي اللي طالعين خاطر ساعات كي واحد يتلهى كان باللي مارشي اللي فيهم مشاكل سيبا بيان رحت كي يخدم لازم يشوف لازم يمشي لانجلتيرا لازم يمشي لالمانيا لازم يمشي لروسيا اللي مارشي اللي فريمون طالعين باش نوريهم اللي احنا نحبوهم. دونك ظهرت لي انا كان نخسر باش يجي كريتيك كونتخيغ نخسر باش تقولوا لي تمشي كان تهرب فرنسا ماكش لهيها بالاخرين. الزياده اللي صارت معناتها الارقام اللي الزياده اللي صارت لي 5% يظهر لي معناتها مقارنه ب 2.7% زيادة في عدد السياح 2.7% في الأربع شهور 2014 مقارنة ب 2000 يعني زيادة في في لي روسيت في لي روسيت اي في لي روسيت جوستومون معناتها الزيادة ماهيش كبيرة مقارنة بعامناه واللي عام كارثي معناتها اللي هو عام فيه اغتيالات وغيره وغيره. معناتها الموسم أنت كيف باش تراه الموسم المقبل مع الصيف؟ كيما قلت لكم كان السيتواسيون الامنيه تقعد ان شاء الله كيما هي توا احنا متفائلين برشا بالموسم الصيفي. توا مثلا البارح شفت معناتها من المهنيين يقول لك احنا عندنا ستوب بوكينج معناتها ديجا معبين الصيف كامل ما عادش نجموا ياخذوا حتى حد. ظهر لي السيتواسيون هذه ليها برشا ما جاتش مش برشا ومثلا حتى في تونس مثلا حتى في افريل تشوف ثم دي زوتيل اللي كان معناتها بريسك سيتي ديجا لو دوبل معناتها لي زيفور نشوفوهم توا ظهر لي باش نشوفوهم في الصيف وفي ان شاء الله في الباس سيزون خاطر احنا سيرتو لا باس سيزون معناتها بعد الصيف هذيك ما نحبوهاش تهبط برشا نحبوا تقعد اكثر ان شاء الله في 2015 في رمضان عملوا صارت شويه اشكاليات مع وزير السياحه السابق لانه سكروا القهاوي. وزير السياحه وقت عمل تصريح وكنا معناتها تنقد برشا عليه اللي قال المقاهي السياحيه قاعده محلوله بمعنى السائح لازم يقعد حد ولوتيف كي حاوس في الافنيو يلقى القهاوي كلهم مسكرين. دونك صارت نوع من الازمه بين السياحه اللي هي في جويليه السائح كي يجي معناتها يجي في جويليه دونك يلقى 90% من القهاوي مسكره. شنو باش تعملوا في الازمه كيما هكا قاعده اكيد راك سمعت بها شنو ناوي تعمل؟ احنا باش نعملوا معناتها بدينا نحضروا توا في رمضان معناتها نحبوا نستعملوا معناتها كيفاش نقولوا مثلا الجزائريين ولا المغاربين نحبوا نقول لهم اجاو عاديوا رمضان في تونس خاطر هما نورمالمون ما يخرجوش رمضان يقعدوا معناتها اكثر في ديان. ديجا هذا بالنسبه لنا معناتها عباد اللي هي بيدها عندها ثقافه معناتها سياحه حلال يعني والدين هذا معناتها باش يجيو فاحنا ما تعرف مدينه تونس ومدينات اخرين زاده سوسه والحمايه والمهنيين زاده قالوا باش يعملوا شقه نفطر معناتها ايه دي زيفينمون دون دي فيل معناتها ديجا باش نحاولوا معناتها الانيماسيون نتاع رمضان ونتاع اللي هو تعرف اكثر معناتها ماهوش
حاجة دينية برك ولكن ثقافية وحضارية. الحاجة الأخرى لازمنا نشوفه مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة الكل كيفاش باش نحضروا الموسم هذايا، وهذوما سي معناتها برنامج عمل توا معناتها اللي باش نبداو فيه باش نشوفوا كيفاش نجموا نخدموا مع بعضنا. ثم مشكل زاد حبيت نسألك عليه اللي هو ثم شكون اللي يقول أنه وزارة السياحة تركز أكثر على المناطق السياحية لكن تنسى المناطق الداخليه معنا اللي يسميوه التوريزم دو باساج هي سياحه العبور على سبيل المثال. مثلا تاخذ مدينه كما مدينه القيروان هي مدينه اثريه وتاريخيه وبرشا حضارات تعدات على المدينه هذه، معناها السائح يتعدى دو باساج يعدي شي حتى ساعه ولا ساعه ونص من بينه، في اغلب الاحيان معناها يعدي ساعتين، ما فماش التركيز كبير وما فماش استغلال، ما فماش حاجات اجراءات معنا عمليه تعملت على ارض الميدان لاحياء المناطق هذه. راهو بون انا نقولهم لازم نشوفوا ساعه احنا وين وشنو السيتواسيون. احنا توا نجم نقولوا اون سيتواسيون دو كريز، اوكي؟ دونك كي تبدا عندك سيتواسيون دو كريز لازم تبني على اللي عندك وتبدا شويه في الحاجات الاستراتيجيه والهيكليه. احنا شنو عندنا اليوم؟ عندنا 80% يعني سياحه بحريه، اوكي؟ بانيا هذيك مهمه وفيها معناتها بوكو دانفستيسمون، وانا عندي كيما قلت نحترم برشا المهنيين اللي 3 سنين راهو اللي يخدم في 3 سنين في معناتها حاجه صعيبه ومازالت صعيبه راهي مازلنا ما خرجناش منها معناتها، وقاعد عنده امل وقاعد عنده موتيفاسيون باش يخدم، عندي برشا ريسبي. دونك هذاك نشوفوا كيفاش نجموا نحضروا كيما قلنا نظافه كيما قلنا جوده كاليتي كيما قلنا شويه انيماسيون ايفينمون وكل شيء. وبعد عندنا الجهات اللي فريمون معناتها ما فيهمش بحر ولكن فيهم برشا بوتنسيال بريسك تونس الكل. انا توا معتقد مندور في تونس نقول فريمون بلاد فيها معبيه باللي بوتنسيال. كيفاش هذوك توا بدينا عاوننا يعني الجنوب الغربي ومازلنا مازال برشا مشاكل مانيش نقول حليناهم معناتها، وبالمشيت مثلا الكيف انت عطيت القروان معناتها عندنا برشا مناطق اللي لازمهم يسو ديفلوب، وهذوك انا ماذا بيا زاد من جهه اكثر على خاطر مش نعملوا كان على الدوله معناتها لازمنا زاد المجتمع المدني ولي زوم ولي فام دافير معناتها رجال ونساء الاعمال اللي من الجهه هذيك والكل باش هما يبنيوا معنا معناتها. مثلا يقول لك بحذا الكيف ثم دار اللي تولدت فيها صالحه هذيك تراثنا علاش ما يقدوها معناتها تولي تنجم ميوزي بريفي معناتها ظهر لي دولة تنجم تعمل حاجات. احنا توا بالنسبة لنا كما قلت لك 80% غاديك لازمنا نعاونوهم ونحبوا في استراتيجية كيفاش ديفيرسيفيكاسيون، ولكن لازمها وقت باش نبداو من توا كما قلت حتى كان نعمل خطوتين ثلاثة وبعد اللي بعدنا يزيد. السيدة الوزيرة يعطيك الصحة، سمعت في الختام باش نسألك، سمعت بمصطلح كرابيل؟ لا ما سمعتش بيه. الكرابيل هذوما ناس مهبلة أميل كربول، كل ما واحد ينقذها يعملوا عليه هجومات، دونك قال لك ولاو عندك برشا محبين فمش كون يسميهم قفافه، فمش كون يسميهم اللي ما يحمل حتى شيء في يعمل الكربول يراو مبالغه معناتها في تصوير صورتك اون ديري. دونك هذوما اللي كرابيل في وسائل الاعلام قال لك ما عادش يحملوا حتى شيء في يعمل الكربول. دونك بين اللي موافق وبين قال لا معناتها ما يلزمناش هكا نكبروا من صوره الوزيره، شنو معناتها شنو تقول لهم لكرابيل؟ نخلي لك ميساج لكرابيل نتاعك. بدات الميساج الاولى راهو ظهر لي كي واحد يبدا اوثنتيك هو بيدو ديما عنده عباد يحبوه وعباد يكرهوه. ظهر لي العبد اللي ما يعملش رياكسيون سا فادير بالنسبه لي انا اي حد اوثنتيك يبولاريز. وثاني حاجه انا برشا عباد بالحق معناتها ثم عاونوني وسيرتو في الانترنت وفيسبوك وكل شيء نحب نشكرهم على خاطر ساموتيف بالحق. كي تلقى برشا انتقاد وتلقى مع عباد يقول لك بون كوراج واحنا معاك وكل شيء سافي دو بيان. اش بيني حتى انا عبد مانيش ماكينه راني دونك باش نقول لهم ميرسي بوكو. اما انا نحب راهو الكريتيك كونستركتيف نحب كريتيك حتى من الاول نتفكر معناتها يجيو ساعات ليكيب نتاعي ويقولوا لي شوف اختيك الهدايا كتب خايب بالعكس نفرح خاطر بوغ اتر كريديبل يفو اتر كريتيك كيما توانسه الكل معناتها تحب الكريتيك سيرتو كي يبدا فيه شكر. لا لا نحب الكريتيك يبدا فيه كونستركتيف معناتها شنو نجم ونفهم حاجه كريتيك يقول لي انت شعرك مش مزيان ولا صباتك سافا با ماهوش باش يعاون تونس باش تقدم. اما كريتيك يقول لي مثلا شفتك الجهه هذيك نسيتها ولا ثم حاجه مهمه لازم نخدموا عليها هذاك مرحبا هذاك كيفاش نخدموا. ابارمون عندك كيف دوكا معناها كبيره وقويه اي لا قداش فيها 500 عام هذيك تعرف يضحكوني والله ساعات الناس يغسلوا كان احنا عندنا كيب كوم وتعمل
اون ديغي كل صباح واحد يقول لي شنو نلبسوا. عندنا والله عندي بور لو مومون دو بيرسون مساكن يمكن كان تشوفوهم تشيكيو على خاطرهم بريسك يسمو 24 ساعه 7 جور سور 7 وباش نعمل شويه انتيسيون ومام كيما قلت مثلا هذوما الكرابيط فيهم يعاونوا فينا برشا خاطر هما فريمون في اللي فيسبوك وفي الانترنت قاعدين يخرجوا في لي ميساج لي فوتو وكل شيء. دونك عندنا اون ايكيب فيرتوييل باكشي هذا سي لو فوتور نتاع الخدمه. جوستمون يعطيك الصحه سيده امل كربول وزيره التسيير. شنو فيه عملتي لحد الان؟ في 100 يوم ظهر لي 10 اللي عملتهم انا. جوستمون 10 اللي عملتهم انت. شكرا لك سيده الوزيره. بعد سال دو بان نتوقع سيلفي. وين مرجان؟ وين؟ بموزايكا. يعطيك الصحه شكرا لك سيده الوزيره. تنجموا تعاودوا تسمعوا الحوار على موزايكا.